إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن تأثير الشتاء على الجهاز الهضمي، وعرفنا إن ممكن جهازنا الهضمي يتأثر أثناء الشتاء وتزيد أعراض عسر الهضم والإمساك وغيره، وعرفنا أسباب ده وإزاي نقدر نتفاداه ونعالجه. النهاردة هنتكلم عن مريض الكبد والشتاء. هل الشتاء والجو البارد ممكن يكون ليه تأثير على مريض الكبد؟ طيب إزاي؟ هل حالته بتتحسن في الشتاء ولا بتسوء؟ ولا الطقس البارد ممكن يعمل له مضاعفات ويتعبه؟ الحقيقة مريض الكبد في الشتاء الدراسات الطبية العالمية رصدت زيادة واضحة في نسبة حدوث القيء الدموي عند مرضى الكبد بسبب نزيف دوالي المريء أثناء شهور الشتاء. الدراسات دي قالت إن أكتر فترة في السنة المستشفيات بتستقبل فيها حالات قيء دموي الناتج عن دوالي المريء هي شهور ديسمبر ويناير وفبراير، اللي هي الشهور اللي فيها الجو بيبقى بارد، وبعد كده بالتدريج في الشهور اللي بعد كده بتقل حالات نزيف الدوالي لحد ما نوصل لأقل معدلاتها في شهور الصيف. التفسير الطبي لده لازدياد احتمال نزيف دوالي المريء في الشتاء هي إن الجو البارد بيعمل انكماش في الأوعية الدموية السطحية اللي تحت الجلد مباشرة كرد فعل طبيعي بيحصل عندنا كلنا ضد البرودة، هدفه الحفاظ على دفء الدم وعلى درجة حرارة الجسم. فلما تنكمش أو تنقبض الأوعية الدموية السطحية دي ويقل تدفق الدم فيها، بيزيد تدفق الدم في الأوعية الداخلية طبيعي اللي منها أوردة الكبد البابية، فيزيد فيها ضغط الدم، وده هينعكس على ضغط الدم جوه دوالي المريء عند مريض الكبد، فهتزيد عنده احتمالية النزيف منها بسهولة. وكمان في تفسير تاني لازدياد حالات نزيف دوالي المريء في الشتاء هو تغير الضغط الجوي بسبب برودة الجو، ممكن كمان يكون ليه تأثير على ضغط الدم جوه الدوالي واحتمالية النزيف منها. وفي نظريات تانية بتقول إن تغير ضغط الدم جوه البريد البابي وجوه دوالي المريء ممكن يكون سببه التغير الطبيعي اللي بيحصل في الشتاء في البكتيريا الطبيعية اللي موجودة في الجهاز الهضمي. طيب إيه الحل؟ إزاي نقدر نتعامل مع الحقيقة العلمية دي؟ وإزاي نقدر نقي مريض الكبد من نزيف دوالي المريء مع شهور الشتاء؟ الحل إن دلوقتي بقى فيه اتجاه طبي في العالم كله إن مع بداية شهور الشتاء يتم عمل منظار معدة لمريض الكبد لفحص الدوالي عنده، وعمل ما يسمى بالربط الوقائي لها عن طريق المنظار كإجراء احترازي لو حالة الدوالي عنده تستدعي كده، علشان نقدر ننشفها بالربط ده، وبكده نقدر نحمي مريض الكبد من خطورة نزيف دوالي المريء مع شهور الشتاء. دمتم بصحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.